عادات. وخصوصا في الوقت الحار، يعني احنا عندنا وقت الصيف اليوم 15 ساعة تقريبا، يعني من السحور إلى الفطور ممكن حدود 17 ساعة. صح صح، فهذا انت تفقد سعرات وطاقة. فأنا أنصح في وقت الحر أو وقت الصيف ما حد يسوي رياضة قبل الفطور. جيد. أنا الشيء بالشيء يذكر، كنت في النادي وكنا عقب العصر في رمضان، وكان في واحد الله يذكره بالخير يسبح وطول شوي، يوم جاه مثل الدوخة خفيفة. هو مريض سكري، ما انتبهوا له، شاله قبل الإفطار حول بساعة الأربع أو ساعة تقريبا. كانت الأندية تفتح في بعض ما ودي أسميها، لكن الشاهد من الكلام إنهم طبعا أنا بحكم أن مريض سكري وعندي معلومات عن الشيء، لو بأمارس أمارس شيء بسيط جدا، لكن أنا معك وأبصم يوم كنت تقول ما عندي معلومة، لا أنا بعطيك إياها. اللي فعلا مريض السكري أو اللي ما تسحر زين أو شيء، لا تعرض نفسك في النهار وتجهد نفسك، مارس شيء بسيط، أمش شيء خفيف، لكن لين تسحرت وعينت، عفوا لين يعني أفطرت عشيت وأفطرت، خذ راحك للمحافظة لا قدر الله على أي انتكاس. طبعا هو أفطر يوم جاهم جاء الإسعاف وجت الدنيا لقوه واصلنا 40 تقريبا السكر عنده، فقالوا على طول. طيب انت خل هذه لا قدر الله لو عندك مرض، لكن انك انت تروح تسبح لك ساعة وتلعب ألعاب قوة في النهار، ولا تبي يجيك هبوط؟ أكيد بيجيك هبوط. صادق ولا لا؟ صادق. طيب هل